عائلة مناضلة قدمت الشهداء والأسرى والجرحى عائلة الزق. عائلة المناضل محمد الزق أبو محمود وزوجته المناضلة الكبيرة الأسيرة المحررة فاطمة الزق أم محمود، هذا البيت الذي يضم أيضا بين أركانه الأسير المحرر الطفل الذي وصل بعد تحرره إلى الصف الأول الإعدادي. يوسف الذي ولد في السجن بعد معاناة كبيرة عاشتها والدته الأسيرة المحررة أم محمود. هذا البيت الذي خرج أجيال، وها نحن اليوم نزور هذا البيت لنقدم التهاني بتفوق ابنهم وابننا الطالب سليمان محمد الزق وشقيقته سمية محمد الزق.